مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم الى فتره كل الاخبار تاتيكم مباشره من استوديوهات شروق نيوز في الجزائر العاصمه. وقبل ان نفتح ملفها للنقاش، لا باس مشاهدينا ان نشير لهذا الخبر، اين حل وزير الشؤون الخارجيه والجاليه الوطنيه بالخارج احمد عطاف مساء اليوم بالرياض بتكليف من رئيس الجمهوريه للمشاركه في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد بالعاصمه السعودية يومي 28 و29 من أفريل الجاري. إذن مشاهدينا، من هذا الخبر ننتقل وإياكم لملف نقاشنا لهذه الفترة الإخبارية. وزير الشؤون الدينية يعقد لقاء مع ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي القطاع. لا بأس أن نتابع أبرز النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، موضوع لقاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي مع ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بمقر الوزارة. حسب بيان للوزارة، تناول اللقاء الترخيص الوزارة للمجلس بعقد يوم دراسي حول مضمون القوانين أو القانونين 24-130 و 131-24 الصادرين مؤخرا، وذلك بدار الإمام بالمحمدية يوم الأحد 28 أفريل. الاجتماع، وحسب ذات البيان، الاجتماع القادم سيخصص لتقديم المجلس التحفظات الواردة على القانونين 24-130-124-131 وكذا الاقتراحات لتعميم المراجعة وتعميقها. اللقاء كذلك شكل سانحة لمواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مكاسب للقطاع و منتسبيه وترقية أو ترقى للمستوى الرسالة الشريفة والمكانة الكبيرة التي يتصف بها منتسبو القطاع، كذلك التأكيد على استمرار التعاون وخدمة البلاد واستقرارها وتعزيز لحمتها الوطنية. المجلس الوطني المستقل للأئمة أصدر كذلك بيانا بهذا الخصوص، وقال بأن الاجتماع القادم سيكون لتقديم التحفظات إذن الواردة في القانونين المذكورين إلى الوصاية، وكذا اقتراحات لتعميم المراجعة الشاملة أو تشمل كل الموظفين وتعميقها حتى تكون في مستوى الأمال والتطلعات. كذلك ذات البيان، بيان المجلس الوطني المستقل للأئمة، قال أو أشار إلى ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة والمجلس لرفع تقرير إلى الجهات المختصة يتضمن تحفظات واقتراحات من المجلس. للحديث حول أبرز النقاط وما جاء في الاجتماع، يلتحق بنا مشاهدين عبر خدمة الهاتف السيد جلول حجيمي الأمين العام للفيدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. إذن اللقاء جمع الوصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي القطاع. لو تضعنا بداية في تفاصيل هذا اللقاء. الحقيقة نحن لم نكن على الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. اللقاء كان بين الشريك الاجتماعي في الميدان مع الوزارة الوصية الذي تناولت المواضيع الأهم، وخاصة أن إخواننا كانوا هددوا بوقفة احتجاجية أمام الوزارة، الأمر الذي ربما آلت إليه الظروف عبر معطيات معينة للتحري من هذا الموضوع والتأكد منه. إذا لم نكن أنه هذا اللقاء كان فرصة بينهم حتى يعبروا على أوضاعهم وأوضاع القطاع. نحن كجهة قوية في الميدان مفعلة، نحن أدركنا الموضوع بالخطر الذي خرج به ثوب القانون الأساسي والنظام التعويضي، وقلنا صراحة أننا استبشرنا بهذا القانون أن يمس كل الفئات وأن لا يقصي أحدا من الفئات، وكنا أول من أصدر بيانا وأصدرنا رسالة بيانا للجهات الوصية، ومنها أننا خاطبنا السيد الرئيس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بما يفرح أهل القطاع وفئة أخرى أصابها الغبن
من هذا القطاع من هذا القرار او من هذا القانون، وبينا كل الاوضاع المترتبه عن ذلك، وقلنا نحن اسره واحده متماسكه لا يمكن ان نفصل الجسد على الراس، فالتعليم القراني والاذان والمرشدات والاسلاك المشتركه والمفتشين كل هؤلاء نحن نعمل في اسره واحده. اخواننا التقوا فانفصيل ونحن نشترك في المهمة وفي ما نقدمه للمجتمع ونقدم لإخواننا من تضحيات، فكنا نحن واضحين وضوح الشمس على في النهار، بينا كل من التحفظات التي تحفظنا بها، إلا أننا هم سلكوا مسلكا ونحن سلكنا مسلكا آخر. نحن نعرف أن الوقفات من الصعب أن تكون وأن هذه مجرد كلام لا يصح أن يكون في الواقع، ونعرف أنه ممكن هذا يكون يعني شيء من الأشياء من المسرحيات التي نعرفها في العمل النقابي. نحن أول وآخر من وقف في الشارع ومن خرج أمام الناس في مسيرات، نحن إذا قلنا نفذنا لا نخالف شيء، نحن إذا قلنا شيء يحدث، لا أحد يستطيع أن يملي علينا شيئا مهما كان كيفما كان. وقد تأذينا كل أنواع الأذى وأصابنا من التهميش والإقصاء ما أصابنا نتيجة لموقفنا، فنحن لا نداري الوزارة ولا غيرها، نحن ندافع عن إخواننا بشكل حقيقي فعلي غير وهمي، لا نبيع ولا نشتري، ليس معنا شيء، نحن ما نعرفه نقوله، أصحاب خط وطني، أصحاب مرجعية ثابتة، أصحاب رأي موحد، لا نستطيع أن نغامر بعواطف إخواننا. عندما قلنا نخرج خرجنا إلى الرئاسة واستقبلتنا رئاسة الجمهورية وأقرت قانون حماية الإمام وحصانته، هذا واقع، والذي يرى غير ذلك الأرشيف أمامه والواقع أمامه. نحن ما يفعل إخواننا وجزء منا، نحن كمن يصطاد، كل ما نحمله إلى القطاع وما ينفع القطاع فهذا نفع للقطاع برمته، لكن أن نتعامل بشيء نقوله اليوم نخالفه الغد ونختلف في تناقضات واضحة، نحن عندنا خط ومرجعية وهدف واضح. قلنا بأن القانون الأساسي باركناه وشكرنا السيد الرئيس على مجهوداته وعلى ما قام به، إلا أن الوزارة كانت فاشلة في توضيح وأن يمس سيد حجيمي فئات القطاع. نعم سيد حجيمي، كان هناك بيان صادر بخصوص الاقتراحات التي سيتم رفعها وتشمل معظم منتسبي القطاع، لو تضعنا في صورة هذه المقترحات. نعم أختاه، نحن طالبنا السيد الرئيس برسالة موثقة عند رئيس الجمهورية ورسلنا الوزارة الوصية، وقلنا بأنه لا بد من إعادة النظر في القانون أو بما يسمى بقانون تكميلي يمس كل الفئات. نحن فرحتنا قسمت إلى قسمين، نحن نريد أن يكون القطاع كله مستفيد، وسنناظر وسنبقى نناظر بكل الأساليب، لأن بهذه الطرق هذه لا تصل إلى المستوى الرفيع من العمل النقابي السمح الذي فعلا ما يقوله المقرر يجده في الميدان. عندما نقول شيء نفعله، نحن نقوم بهذه الخطوات حتى لا نشوش على مشروع الرئيس ولا نكون سببا. طيب بالنسبة للمقترحات سيد حجيمي، السادة الأئمة قلنا نحن نمشي خطوة بعد خطوة، خاطبنا الرئيس، ننتظر مستشاري السيد الرئيس، خاطبنا الوزارة الوصية، سنخاطب الحكومة، نتحرك بكل طرق ثابتة قوية متينة، نفهم سياسة الدولة، نفهم وضع الدولة، نقدر حق المجتمع، نحن في فترة حساسة لا سيد حجيمي. أن يتحرك المجتمع أو أن يستغل أي طرق. سيد حجيمي هل تسمعني؟ سيد حجيمي دعنا نعود للمقترحات التي سترفعونها في الاجتماع القادم والمتعلقة بمنتسبي القطاع، هي أهم نقطة لربما. أهم نقطة أنه لا بد من قانون تكميلي أو إعادة النظر في القانون الأساسي الذي خرج أعرجا، خرج لم يصيب كل قطاع. نحن قطاع فيه التعليم القرآني، المؤذنين، القيمين، المرشدات الدينيات، الأسلاك المشتركة، المفتشين، نحن أصاب جزء كثير. كذلك في قضية أخرى وهي القانون المتعلق برتبة الإمام الأستاذ، فهي أنزلته أكثر مما رفعت، وفي قضايا من التناقضات العجيبة والغريبة في القانون، لأننا قلنا للوزارة ينبغي أن نكون شركاء فعليين أمام الوظيف العمومي، فنحن من يحسن
الدفاع ويحسن المرافعة والمنافحة عن أهل القطاع، لأنه نحن أدرى عندما تبعث إداري، مع احترامنا للسادة الإداريين، قد لا يدرك حقيقة ما نعيشه وقد لا يعرف الفرق بين الرتب، ولهذا في قضايا غير صحيحة في القانون لا بد من إعادة النظر، وهذا مطلبنا إلى السيد الرئيس، وينبغي ونحن على ثقة أن السيد الرئيس سيستجيب إلى مطلبنا إن شاء الله. بحول الله، لربما هي أبرز النقاط التي سيتم إطالتها من خلال مقترحاتكم، كذلك التحفظات التي سيتم رفعها، ما هي لربما المواد التي ستتحفظون عليها؟ المواد التي تحفظنا عليها هي مواد متعينة بالأسماء، بهذه حتى هذه الرتب نحن قلنا هذا في إشكال. المسألة الثانية مسألة رتبة إمام أستاذ بهذا الشكل تقلل من قدره وتنقصه، والسيد الرئيس يريد رفع السادة الأئمة ماديا ومعنويا. القطاع الفئات الأخرى كمؤذنين قيمين معلمين القرآن الكريم ما عدا مادة واحدة التي استفادوا منها، وهم عندما يتحصلون على شهادة ماجستير أو دكتوراه زائد حفظ القرآن بكامله، فهذا قد يستفيد، وهذا قليل جدا لا يصيب هؤلاء إلا قليلا. ولهذا نحن طالبنا بكل من أول حركة، من أول خروج البيان بعد دراسة مستفيضة مع إخواننا في المكتب الوطني في الفيدرالية، والوزارة تريد أن تتعرض إلى الأمام، لأن نحن وضعناها أمام الأمر الواقع، فالوزارة تعتمد أسلوب التهميش والإقصاء لأنها تعرف أننا نحن فقط من يقول لا، لأننا جربتنا في الميدان وجربتنا في الحقيقة، وتعريف أننا أصحاب الخط الوطني البين الواضح الذي لا نبيع ولا نشتري في مسألة الأئمة وقطاع الشؤون الدينية والأوقاف. سيد حجيمي، لربما تقول بأن الوزارة تعتمد سلوك الإقصاء، لكنها استجابت لمطلب المشاورات اليوم، هي تفتح باب المشاورات وتحدد اجتماع مقبل في قدم الأيام. شكرا لك على المداخلة سيد جلول حجيمي، الأمين العام للفيدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف. إذن